قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. السلام عليكم متابعينا الكرام، معاكم اخوكم شرف الدين. خوتنا جيناكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نسمعوا كيف ما يقوله واحد الشاب مغربي اصيل. نعم كاين بعض الاصلاء من المراركة. هذا الشاب المغربي بهدل واحد الجماعة تاع مغاربة يا خوتي، راهم حابين يروحوا يخدموا عند بنو صهيون. نعم كارثة بأتم معنى الكلمة. صدقوني يا خوتي انك تروح تخدم عند قتلة الصغار والله غير عيب، عيب وعار، بهدلهم وما خلالهم والو. في فيديو عجبني بزاف، لذلك حبيت نشاركه معاكم يا جزائريين. اتغاو عليه باللايكات وايضا خليه في التعليقات، يعني حاجة مليحة لهذا الشاب المغربي لما خلالهم والو. الان مباشرة نروح نشوفوا الفيديو كيف. دوك الايامات كنت كندور وكنتسرك في الشوارع ديال كازا باش يباري انا ساكن فيها، ويجبان لي واحد البلاصة واقفين قدامها بزاف ديال الناس، وجاني الفضول وسولت واحد من دوك الناس، وملي سولتو قال لي هذا بلي واحد المكتب اللي كيعاون بنادم باش يمشي يدبر على راسو في اسرائيل. كيف ما سمعتي، اسرائيل، حيت داك المكتب قال لهم بلي غادي يوفر لكم لوبورتونيتي انكم تمشيو لاسرائيل وتخدموا تما، والبيه ديال الطياره اللي ولوتو على حسابه، والسكن على حسابه، وكلشي على حسابه، وبلي الا مشاو وخدموا في اسرائيل غادي تخلصوا الزوج ديال المليون ونص في الشهر. وملي دازت الايام لقيت واحد لافيديو اللي كتوثق هاد الهضره اللي كنقول لكم واللي غادي نوريها لكم من بعد. وملي كنت سولتو كيفاش هاد البلان هذا، قال لي بلي يكفي انك تكون عندك غير الحرفه وهما غادي يدوك تخدم في اسرائيل بزوج ديال المليون ونص. وانا نقول ليه ولكن علاش باغي تاخذ هاد القرار؟ هو يجاوبني واحد الجواب ضحكني صراحه، قال لي كون كنخاف المسلمين زعما نمشي نقلب نخدم عند اليهود. صراحه هذا الجواب ما عرفتش واش كيضحك ولا كيبكي. هادشي كيبين لك القمه ديال فقدان الامل ديال الناس في هاد البلاد اللي عايشين فيها، فقدان الامل من انهم يديروا المستقبل ديالهم ويعيشوا حياه كريمه، لدرجه انهم فضلوا انهم يمشيوا يخدموا عند الكيان الصهيوني ويقدموا لهم خدمات في مقابل توفير حياه كريمه. يعني اقصى حاجه والحلم ديال اي انسان مغربي هو انه تكون عنده غير حياه كريمه، ويكون عنده غير المستلزمات الاساسيه ديال الحياه. يعني ما باغيش حياه الرفاهيه، باغي غير يعيش. وهما متخذين هذا القرار واخا عارفين في الاصل بلي دوك الناس راه يهود، واليهود هما اشد عداوه للمسلمين، وبلي هما اللي كيبقاو يعذبوا في خوتنا الفلسطينيين والمسلمين في القدس وغزه. معنى بان راه كاين شي شركه كدير اسرائيل ديال كتبغي الجليجيه والرخيميه، المهم حريفيه بصفه عامه. عندي جليج ورخام شي 97 دخلت هاد الدومين. عندي وليدات، عندي ثلاثة وليدات. واش غدير؟ واش غدير اخويا؟ كما كيقول لك المهم هو نجيب المال. باغي تمشي لاسرائيل ما عندكش مشكل؟ ما عنديش حتى مشكل. حسن السيرة، القية، المسائل، كلشي بخير. دابا ما كرهناش. قال لك تقط ما كيهرب من الدار العرس، فهمتي؟ شي حاجة مسلكانة هنا راه ما غاديش تمشي تخلي الدراري هنا وتخلي، فهمتي؟ راك عارف محيط وكذا وتمشي لبرا راه ما كاينه معنى. جمعت انا الوراق اللي طلبوا لي جمعتهم، جات انا على حساب الحرفيه، قالوا لي راه كاين واحد الشركه كتجمع الحرفيه لاسرائيل، راه كاين ثمن مزيان. وقلنا بسم الله نتكلوا على الله نجمعوا الوثائق. علاش بغيتي تمشي لاسرائيل؟ قلنا لك خاصنا الخبز، غنمشيو على حسب الخبز، على حسب المعيشه، وانا نوصلوا الوضعيه شويه، نخدموا ونحسنوا الوضعيه، راك عرفتي القضيه كي دايره هنا في المغرب، هادشي اللي كاين. سمعت هاد الدراري كيقولوا دا الكراهي يمشيو باغي يمشيو لاسرائيل. انا عندي خشاب بوزور ورا تقريبا شي 20 عام، شي 25 عام تقريبا ديال. ودابا علاش بغيتي تمشي لاسرائيل؟ راك عارف علاش، بغينا شويه ديال الفلوس بصح. سمعت اخويا هاد الهضره من عند الاصدقاء ديالي، وطوعت باش انا نجي وندفع بوزور تقريبا ثلاث سنين حتى بحال هكاك ثلاث سنين. بغيت تمشي اخويا باش نحسن ولا شويه من الوضعيه الماديه ديالي. ديك شي وليدات هنايا كاين غتخلي كل شيء تمشي لاسرائيل. ايوا حنا ما راه غنمشيو نسكنوا تما، راه غادي نخدموا ونجيو. قالوا لكم كونترا شنو صح؟ مازال ما كاينش، ما عطاونا، ما قالوا لنا لا كونترا لا شحال في الكونترا لا والو، مازال ما دفعتش لهم انا كاع، مازال يلاه كنجمع فيها. بالنسبه للوثائق المطلوبه تيطلبوا حسن السيره، شهاده عدليه، الريبط البنكه، السي في ديالك، حسن السيره والسجل العدلي وسطات التصاور وفوتوكوبي لاكارت وفوتوكوبي الباسبور وشهاده العمل. شحال قالوا لكم الصالير؟ شنو قالوا؟ قالوا اخويا شنو نقول لك شي 23000 درهم اللي كاينه.
وإقامة تما السكن وصافي هادشي اللي كاين. قالوا لنا الصالير ديالكم 2,60,000 ريال، ملي تخدموا غترجعوا شويه، كل شهر ترجعوا منه شويه في المصاريف. لا فلوس التيارة وداك الشيء ديال المحامي اللي قالوا داك سميتو التأمينات. ما كتخلص حتى شي حاجة، صالير مزيان 2.5 ملايين في الشهر، كتمشي ليها وتبدا يقطعوا لك شوية بشوية. السكنة على حسابهم، هادشي اللي سمعنا، السكنة على حسابهم، الماكلة على حسابهم، مزيانة بالنسبة للإنسان يمشي ويتطوع يمشي يحصل من الوضعية ديالو، راه بحال أوروبا هادشي اللي كاين. واش قالوا لكم ما عطوناش حاجة ديال الفلوس؟ لا هادشي ما كاينش، لا. المهم قال لك تتمشي لتماك إلا عجبتيهم تبارك الله، فهمتي؟ واخا تعجبهم غير يحيدوا لك فلوس البيي والسكن وداكشي. المهم إلا ما عجبتيهمش الشي راه غيديروا معاك نفس الديكور وغتعاود ترجع بحال هادشي. واخا واش هاد الناس طلبوا لكم شي فلوس؟ لا 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 الحاليه لا ما طلبوا منا والو، لا الفلوس ما طلبوا منا لا فلوس لا 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 ما كاين لا فلوس لا حتى شي حاجه. اخبار منتشره عندكم في الدومين زعما ما بين الحريفيه؟ واه هادشي اللي كاين تقريبا شي شهرين دابا بسمعت هاد القضيه انا. شي شهر واه بالنسبه للناس راه كيجيو من انحاء المملكه كامله، كلهم منين كيجيو راه كاين الناس، كاين الزحام ضروري، كاين الزحام انسان تيخلي منين كيجي. وكنطلبوا التيسير لجميع الخوتنا اللي بغا يمشي الله يسهل. ما حكم الشرع في الذهاب الى اسرائيل للعمل؟ بمعنى آخر، هل قلة فرص الشغل في المغرب ذريعة للذهاب للعمل بإسرائيل؟ هل هذا التصرف يدخل ضمن إطار الضرورات التي تبيح المحظورات؟ وشكرا. الله يا أخي، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ إسرائيل هكذا؟ هي فلسطين المحتلة؟ فالآن تقول ما حكم الشرع في الذهاب إلى فلسطين المحتلة؟ إسرائيل غير موجودة عندنا، لا نؤمن بها. إنهم بلا أرض أخرجوا شعبا من أرضه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وبيحاربونكم في الدين، أخرجوكم من دياركم. وقد أخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم، يأتون بكل العالم من أجل إخراجكم. من يتولى من أخرجنا من أرضنا وقاتلنا في ديننا وظاهر وألب الأعداء على إخراجنا وقتلنا وسفك دمائنا، من يتولاهم ويتقرب إليهم فأولئك هم الظالمون. تذهب إلى فلسطين للعمل، فلسطين محتلة، فلسطين تئن، فلسطين تصرخ إن كنتم تسمعون. لا تريد فلسطين سياحة، ولكن تريد فلسطين رجالة، تريد من يحررها لا من يعمل عند من أخرجنا منها. تريد فلسطين أن تعود للمسلمين لكي يكونوا أسيادا في أرضهم لا عبيدا عند الصهاينة. هل قلة فرص الشغل بالمغرب ذريعة للذهاب للعمل بإسرائيل؟ والله إنك تحرك في الأوجاع. في مطاراتنا ستأتي الطائرة من تل الربيع وستذهب من مطارات مدننا إلى تل الربيع المحتلة، لا لفتحها والدفاع عنها، وإنما لكي يذهب الإنسان للسياحة أو للعمل. والأخ يسأل عن العمل، قال لك ذريعة هو عدم وجود فرص الشغل في المغرب. هل هذا التصرف يدخل في إطار الضرورات التي تبيح المحظورات؟ ليس هنالك في بلدنا من يموت جوعا حتى ولو كان من أفقر الناس، فإن الضرورة التي تبيح لك أكل الميتة هو حينما يكون الإنسان على شفا الموت ولا يجد إلا الميتة يأكل الميتة. أما أن يذهب إلى فلسطين ليعمل هناك، والمطلوب من الأمة أن تحشد كل طاقتها الفكرية والإيمانية والروحية، كل شيء من أجل تحرير هذه الأرض، وستتحرر بإذن الله. فحرام الذهاب إلى تلك الأرض بغرض السياحة أو لا بغرض التطبيع الثقافي أو الرياضي، حرام على المغاربة المسلمين، لأن في ذلك اعتراف لمن يذهب إلى هنا باحتلالهم أرضنا المقدسة وباستباحة أرض مقدسة وباستباحة أرض حبس على المسلمين ووقف على المسلمين. أرض الأرش المحشر والمنشر، أرض الإسراء والمعراج،
أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. أنسيتم كل هذا؟ أصبح الإنسان يتحرك بدون ذاكرة؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا سؤال موجع، لأنه جاء على عجل، ولأن المغارب الآن وأكثر الشباب حينما ضيقت عليهم سبل الرزق في بلادهم صاروا يلقون أنفسهم في البحر بحثا عن كرامتهم. فلما سمعوا بالتطبيع وأن من آثاره الجسر الجوي الذي سيربط تل الربيع بمدن المغرب التي فيها المطارات، السؤال الأول المتبادل لذهان هؤلاء: هل يجوز لنا أن نذهب إلى هنالك للعمل؟ حرام أن يذهب الإنسان، استمعزم، حرام على المسلم الذهاب إلى هناك سياحة، عملا حرام. وأتحمل مسؤوليتها بين يدي ربي يوم القيامة. وليس هنالك ضرورة تدعو أبدا للذهاب إلى هناك، فليموت هنا وليأكل التراب هنا ولا يذهب إلى تلك الأرض. وصلى الله على حبيبنا محمد. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.